صباح الخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا، وأهلا ومرحبا بكم إلى جلسة الأعمال ومواضيع وأحداث اقتصادية نصحبكم فيها إن شاء الله حتى 11 بتوقيت الدوحة. بدايتنا من سوق السيارات الجديدة والمستعملة خلال فصل الصيف، حيث تشهد رواجا على أنواع معينة من السيارات كما يقول المطلعون، تحضيرا للسفر عبر البر للدول الخليجية والعربية، فيما تشهد أنواع معينة ركودا في عمليات البيع. ويقول أصحاب المعارض إن الأسعار انخفضت بشكل كبير خلال العام الحالي نتيجة ضعف الطلب على السيارات المرتفعة الثمن مع استمرار ارتفاع أسعار إيجارات المعارض ونقص المعروض منها. واليوم لنا وقفة مع سوق السيارات في فصل الصيف واستمرار ارتفاع إيجارات المعارض. أما في قصتنا الثانية فقد ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 8.16% على أساس سنوي. وكشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع خلال مايو الماضي إلى مستوى 73,100 جهاز بنمو سنوي بلغت نسبته 11%. واليوم نناقش حجم عمليات الدفع الإلكتروني في قطر ومستويات النمو المحققة. وفي قصتنا الثالثة يعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة كفاءات أكاديمية 2024-2025 لكلية المجتمع في قطر. وتأتي هذه المبادرة بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف توظيف قطريين من حملة المؤهلات الجامعية العليا وشهادتي الدكتوراه والماجستير ضمن الهيئة التدريسية للعام الدراسي القادم، مما سينعكس إيجابا على تجربة التعلم التي يحظى بها طلبة كلية المجتمع في مختلف البرامج الأكاديمية المعتمدة. وسنكون معكم في ربط مباشر من الجامعة والزميلة رانيا خنفر للمزيد من التفاصيل. أما في قصتنا الرابعة سنذهب بكم إلى بورصة قطر ومتابعة للمؤشرات، فضلا عن تحليل شامل لأداء الأسواق العالمية والخليجية. وطبعا سنتحدث اليوم مع الخبراء حول المكاسب القوية التي حققها مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 2.3 المئوية. وفي موضوعنا الأخير خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25% في أول خفض من نوعه منذ سبتمبر من العام 2019، كما خفض سعر الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 3.75 المئوية. وفضل المركزي الأوروبي اتخاذ مسار مخالف للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وجاء القرار موافقا لتوقعات الأسواق والمحللين. مشاهدي الكرام، هذه المواضيع نبحثها مع ضيوفنا إن شاء الله في جلسة الأعمال بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام. يشهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة خلال فصل الصيف رواجا على أنواع معينة من السيارات كما يقول المطلعون، تحضيرا للسفر عبر البر للدول الخليجية والعربية، فيما تشهد أنواع معينة ركودا في عمليات البيع. ويقول أصحاب المعارض إن الأسعار انخفضت بشكل كبير خلال العام الحالي نتيجة ضعف الطلب على السيارات المرتفعة الثمن مع استمرار ارتفاع أسعار إيجارات المعارض ونقص المعروض منها. We'll be right back.
وللمزيد من النقاش مشاهدي الكرام نرحب وإياكم بالسيد محمد النجار الخبير في قطاع السيارات. الله يصبحك بالخير أخي محمد. يا هلا مرحبا حياك الله. اليوم كيف هو مستوى الأسعار بالنسبة للبيع والشراء في فصل الصيف بالنسبة للسيارات المستعملة والجديدة؟ واضح في مؤشرات السوق تدل أن الأسعار في انخفاض بسبب قلة الطلب وكثرة العرض. السوق ما هو؟ عرض وطلب. دائما إذا كثر الطلب ارتفعت الأسعار، قل الطلب وكثر العرض انخفضت الأسعار. فواضح اليوم من العروض اللي نشوفها في الإعلانات وفي الحملات الترويجية أن العرض أكثر من الطلب. وعادة في الصيف أكثر الناس تفكر في الإجازات وفي السفر. في بعض المؤشرات تقول أن أكثر من 30% من سكان قطر في الصيف يتجهون للسفر، فأكيد اهتماماتهم في الفترة الحالية هي السفر والإعداد للسفر ومصاريف السفر، فبيقل الطلب على السيارات. ويخط أي حد يخطط أن يشتري أي سيارة يقول بعد ما أرجع من السفر أو بعد شهر 9 تكون الموديلات الجديدة نزلت موديل 2025 فينتظر إلى بعد ذلك. لذلك انخفض الطلب. هل من طلب معين في فصل الصيف مثلا؟ وكما ذكرت أن هناك استعداد للسفر منه سفر عبر البر ليس فقط في الطيران، فبالتالي هناك سيارات معينة يكثر الطلب عليها. أغلب أصحاب الأسر اللي عدد أسرة كبير يفضل السيارات الكبيرة، منها يقتصد في تذاكر السفر ويتوجه بالبر يكون وفر، ومنها تجربة له لعائلته من خلال وجود سيارة كبيرة والسفر عن طريق البر. اليوم الملاحظ أستاذ محمد أنه وكالات السيارات بدأت بحملة حقيقة غير مسبوقة من ناحية العروض للجمهور لتشجيعهم على امتلاك سيارات من الوكالة مباشرة. صحيح. سواء في سنوات الضمان الممتدة لخمس سنوات هذا وربما أكثر. نعم. والتأمين أو الضمان على هذه السيارة، وحتى هناك بعض المعارض أو بعض وكالات السيارات أصبح التمويل فيها دون ما بنوك مباشرة تقدم عروض للزبائن. اليوم على ماذا يدل هذا الـ كثرة التنافس في السوق وقلة الطلب، لذلك الوكالات تسعى لجذب أكبر شريحة وأكبر عدد من الناس، لأن الآن التنافس صار ضخم جدا والخيارات صارت كثيرة، منها الاقتصادية ومنها غير ذلك. الأكبر شريحة في السيارات هي السيارات الاقتصادية، والآن قوة دخول السيارات الصينية للسوق جعلت التنافس يتضاعف، لذلك تشوف العروض من الوكالات بشكل غير طبيعي. حتى بعضها يقول لك خذ سيارة اليوم ادفع أول دفعة بعد 6 شهور، يعني مو بعد الصيف إلى ما بعد الصيف فترات طويلة. هذا يدل أن فعلا التنافس قوي جدا. نشوف اليوم في السوق العديد من أيضا العروض التنافسية فيما يخص السيارات من وكالات خليجية تأتي من سلطنة عمان وغيرها. هذه السيارات اختلاف كبير جدا ما بينها وما بين وارد قطر من نفس النوع من السيارات، نتحدث عن 30,000 40,000 ريال. ما هو مستوى الإقبال على هكذا أنواع من السيارات معروفة جدا، و موضوع الضمان على هذه السيارات، موضوع فارق الأسعار، ماذا يفضل المشتري، الذهاب إلى وارد قطر أم وارد الخليج؟ كثير من السيارات صار ضمانها ضمان دولي، سواء شريتها من أي دولة من دول الخليج يسري ضمانها في قطر، الكثير منها مش كلها. لكن دائما قطر معروفة في سياراتها أنها أعلى مواصفات options من الداخل، مثلا مش ماكينة وغير، لا هي كلها نفس الشيء، لكن تجيك الأوبشن. دائما الخليجيين يبحثون عن السيارات القطرية بالذات، ليش؟ لأن مواصفاتها أعلى. لكن بعض الناس يهتم للسعر أكثر من المواصفات، فيلجأ للسيارات الواردة من بعض الدول الخليجية تكون مواصفات أقل والسعر أقل في نفس الوقت، فبالنسبة له كاستخدام هو يحتاجها لاستخدام معين، للاستخدام اليومي أو للرحلات أو لأي كان، ففارق السعر 20,000 أو 30,000 بالنسبة له فرق كبير، لذلك يتنازل عن بعض الأوبشنز في سبيل أنه يأخذ السيارة نفسها المعروفة بماركتها أو بجودتها أو قوتها.
والعكس صحيح، بعض السيارات الفارهة الموجودة في قطر أسعارها أرخص من دول الخليج. صحيح صحيح، الكثير من السيارات الفارهة ويقبل عليها الخليجيين، ويقبل عليها الخليجيين. موضوع الضرائب والضرائب فرقت نعم. كثير من دول الخليج يتواصلون معنا على نوعيات معينة من السيارات، فرق السعر بيننا وبينهم أكثر من 10% يمكن. فهذا فرق مش بسيط، لما نتكلم عن سعر السيارة 500 و600 و700 ألف وأعلى، حتى توصل للمليون وأعلى من المليون. طيب أنتم اليوم كمعارض للسيارات وتجار في هذا المستعمل أنا أتحدث منذ فترة طويلة جدا، السؤال اليوم كيف تتعاملون مع هذا الوضع، مع ضعف الطلب، مع تنافس كبير جدا حتى أصبح مع الوكلاء، وكلاء السيارات مباشرة؟ فعلا التنافس صار أقوى من قبل، والآن أغلب المعارض تسعى إلى تقليل المصاريف أو تقليل الأوفر هيد أساس على الأقل يطلع بريك إيفن ينجو فترة هذه، لأن سابقا كانت في إقبال على السوق في قطر إقبال كبير، بما أن بعض الدول الخليج غيرت سياسات الاستيراد للسيارات حجم السوق عندنا شوي أو قل الطلب على السوق عندنا. لذلك أكثر الوكالات أكثر معارض السيارات المستخدمة يسعى إلى تقليل المصاريف، والكثير منهم تحول إلى الترويج أو البيع أونلاين عن طريق الأبليكيشنات، أو يكون عنده حساب في أي منصة من منصات التواصل ويعلن عنها ويصغر المعرض قدر المستطاع حتى يقل عدد الموظفين. لكن اليوم أيضا يعني موضوع القيم الإيجارية للمعارض، معارض السيارات سواء في المدن المتخصصة كمدينة مواتر أو حتى في المشاريع اللؤلؤة وغيرها في مناطق متفرقة من الدوحة، ما زالت عالية جدا عالية جدا، وهذه اللي تصعب الأمور على التاجر اللي يسعى أن يطلع على الأقل بريك إيفن، يطلع على الأقل بمصاريفه. الإيجارات هي تأخذ الدخل كله غالبا، إحنا ما نلوم فيها أصحاب العقارات لأن يمكن التكاليف عليهم عالية كتكاليف البنيان تكاليف الأراضي، لكن لما يكون في مثل مشروع مثل مدينة مواتر وهذا المشروع المفروض وضع لتقليل الإيجارات أو تقليل المصاريف على المعارض وتكوين مدينة متكاملة فيها خدمات، هنا أنا أتساءل علو الإيجارات في مدينة مواتر ليش؟ ترجع لإيش؟ إذا كانت الأرض مقدمة من الدولة ومشروع نعتبره مشروع وطني، إيش هو التعليل لارتفاع الإيجارات فيه؟ هنا هذا التساؤل مفروض نستضيف أحد من مدينة مواتر أو بروة يجيبون على هذا التساؤل، وإيش دورهم في تقليل المصاريف على أصحاب المعارض، بما أن الآن معلوم جداً أن كثير معارض قامت تغلق في مدينة مواتر. غير ذلك القضايا الإيجارية في مدينة مواتر ارتفعت بشكل كبير جداً بسبب تراكم الإيجارات عليهم وعجزهم عن سداد الإيجارات هذه. لازم دراسة لهالموضوع أساس المدينة هذه تستمر وتتطور. الآن إحنا نشوفها تتراجع للخلف، إحنا نتمنى هذه المدينة مدينة مواتر تكون مثل لاند مارك بين دول الخليج كلها، أكثر من دولة من دول الخليج عندهم مدن للمعارض السيارات وفعلا صارت أيقونة وصار الكل يزورها بسبب الخدمات اللي فيها والأسعار اللي فيها، فليش إحنا ما نحذو حذوهم؟ طيب موضوع السيارات الصينية اليوم، وكنت تتحدث عن يعني غزو للسيارات على المستوى العالمي وعلى المستوى الخليجي والتي لاقت إقبال كبير جدا من قبل الجمهور، هل سنشهد اليوم لربما تنافس صيني ياباني كوري في مسألة عمليات البيع؟ لأنه أصبح واضح اليوم، انظر إلى أكيد. إلى السيارات المنتشرة في شوارع نعم الدوحة وصناعة صينية، القادم أكبر. السيارات الصينية يعني فجأة أضافت 7-8 أنواع في آن واحد إلى السوق، كانت الماركات السيارات معروفة ما كانت تعدى 10 أنواع من السيارات أو 12 نوع، فجأة جاءوا الصينيين بماركات مختلفة متعددة مختلفة الدرجات في الجودة في التكنولوجيا، مع ذلك كان في سعر منافس جدا، تنافس في التكنولوجيا وفي الجودة الآن مع تنافس بالسعر، سعرها أقل من السيارات اليابانية والأمريكية والألمانية، لذلك شريحة كبيرة توجهت للسيارات الصينية. بداية كانت ضعيفة في الجودة، لكن مع الوقت الكل لاحظ تطور التكنولوجيا اللي فيها والجودة،
بدأت بعض السيارات الصينية تعطي ضمان 10 سنوات غير محدود الكيلومترات. فأنا كمستهلك أو مستخدم للسيارة أبحث عن إيش؟ أبحث عن سيارة تخدمني ولا أخدمها، تخدمني أكثر مما أخدمها. صح. ففعلا فرضوا نفسهم على السوق المحلي والسوق العالمي عادة، مش بس مش المحلي، لا السوق العالمي كامل. السيارات الصينية غزت أكثر الدول. ما هي حصة الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية اليوم من كل الوكالات في السوق؟ أنا أتحدث السيارات الكهربائية بدت بداية كبداية كان شيء جديد يمكن أبهرت البعض، لكن الآن قل الطلب عليها بشكل كبير جدا. مع دخول السيارات الصينية الكهربائية الآن بدأ الطلب شوية زايد لأن السعر اختلف. قبل أقل سيارة كهربائية في السوق كان سعرها 200,000 وأكثر، الآن السيارات الصينية بدأت من 90,000 و80,000 مع ضمانات أكبر من السيارات السابقة. الخوف كان من بعض السيارات البسيطة اللي تكون في السيارة الكهربائية، وهي البطارية بالذات، البطارية للسيارة الكهربائية تبديلها غالي جدا. فلما تجيك سيارة صينية قيمتها ما تتعدى 100,000 وضمان البطارية أكثر من 5 سنوات، فأعتقد بدوا ينتشرون انتشار أكبر. لكن إلى الآن الناس مش حابة سيارات الكهربائية بشكل كبير، خصوصا اللي يقطع مشاوير كثيرة أو يحب السفر عن طريق البر. نعم. أنا يمكن أن نصنف أو أن نضع مسألة تراخيص المعارض السيارات ومن يعمل في تجارة السيارات في قطر، هل ممكن أن نصنفه إيجابي أم سلبي من ناحية هذه التنافسية الكبيرة اليوم والعدد الضخم من شركات بيع السيارات؟ أتحدث بيع السيارات المستعملة اليوم، يعني لاحظ شركات تأتي لا معارض لها، أشخاص حتى على مستوى أفراد يقومون بعمليات بيع، يصف السيارات في أحد المجمعات التجارية، يصفها في باركينج معين ويقوم بالترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعمل وينافسك أنت من تدفع. صحيح. كلفة إيجارية شهرية، وبالتالي يعني غير متوازن. ما أقدر ألومهم لأنهم لجأوا لشيء إلى الآن ما في قانون واضح فيه. فأنا لما أنشئ حساب شخصي وأعرض فيه سيارات أشتري وأبيع فيه، ما عندي ضوابط أو قوانين تمنعني من ذلك. فلذلك أكيد أنا كشخص مبتدأ في هذا المجال وأشوف الفائدة أعلى وأشتغل بنفسي في هذا المجال، بس بنشئ لي حساب في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي وبعرض السيارات فيه وببدأ البيع والشراء، ولا بيكلفني ذلك إيجار ولا موظفين ولا حتى أوفرهيد علي كتراخيص، كترخيص بلدية أو سجل تجاري أيا كان. يجب وضع معايير أعتقد لتصحيح السوق أو حماية التاجر المسجل في وزارة التجارة ويدفع رخص وأشياء كثيرة أخرى يدفعها، لازم حمايته لأنه هو يشتغل تحت المظلة الحكومية أو القوانين والضوابط اللي وضعتها الدولة. لكن الشخص الثاني شغال من غير أي تراخيص، فمن الظلم أن نساوي بين الاثنين. أعتقد هذه وجهة نظري، وما نقدر نلوم الشخص اللي يتمنى يستثمر في مجال السيارات بشكل شخصي وشاف في ثغرة موجودة أو في مجال من ناحية أنه ينشئ الحساب فقط ويعمل فيه، ما نقدر نلومه لأن المجال صار واسع جدا. واضح. السيد محمد النجار الخبير في قطاع السيارات، نشكرك جزيل الشكر على هذه الله. المعلومات، شكرا جزيلا لك. حياك الله. تنضم إليكم مشاهدي الكرام في الفقرة التالية زميلة نادين البيطار ونقاش حول حجم وقيمة المدفوعات الإلكترونية خلال شهر مايو الماضي، ابقوا معنا.
أهلا بكم إذن مشاهدينا الكرام، وفي هذه الفقرة ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 8.16% على أساس سنوي. وكشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع خلال مايو الماضي إلى مستوى 73,100 جهاز بنمو سنوي بلغت نسبته 11%. إذن كشفت أحدث بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع قوي بحجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعبر الإنترنت خلال شهر مايو الماضي، ليسجل مستويات ومعدلات نمو قوية مقارنة بالأعوام السابقة. ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 8.16% على أساس سنوي. بلغت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في شهر مايو الماضي 7,950,000,000 ريال مقابل 7,320,000,000 ريال في مايو 2023 ونحو 6,700,000,000 ريال في مايو 2022. ولفت مصرف قطر المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في الدولة قد سجل ارتفاعا سنويا ناهز 11% في شهر مايو الماضي ليبلغ 73,124 جهاز مقارنة بنحو 65,900 جهاز في الشهر ذاته من العام الماضي ونحو 51,300 جهاز تقريبا في نفس الشهر من عام 2022. كما أجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 35,690,000 عملية مقابل مستواها في مايو من العام الماضي البالغ 30,920 طبعا عملية أو ألف عملية ونحو 23,930,000 معاملة في شهر مايو من عام 2022. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر مايو الماضي نحو 3,580,000,000 ريال قياسا بنحو 2,770,000,000 ريال في مايو من العام 2023 ونحو 2,570,000,000 ريال في مايو من العام 2022. وأيضا ارتفعت عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال شهر مايو الماضي إلى 7,110,000 معاملة مقارنة بنحو 5,330,000 معاملة خلال مايو من العام الماضي ونحو 4,350,000 معاملة في مايو 2022. كما كشف مصرف قطر المركزي أن عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو الماضي توزعت ما بين نحو 2,295,000 بطاقة للخصم المباشر تقريبا ونحو 722,000 بطاقة ائتمان ونحو 717,000 بطاقة مسبقة الدفع. وكان مصرف قطر المركزي قد أطلق خلال شهر مارس الماضي خدمة الدفع الفوري فورا، وحيث تقوم البنوك بتوفير خدمة فورا عبر التطبيقات المصرفية للهاتف الجوال وأيضا القنوات الرقمية التابعة لها. يبلغ الحد الأقصى المبلغ المالي الذي يمكن إرساله 50,000 ريال في التحويل الواحد. من أبرز المزايا التي توفرها خدمة فورا أنها تمكن المرسل من التحقق من اسم المستفيد المرسل إليه طبعا قبل إتمام عملية التحويل، إضافة إلى سهولة الاستخدام من خلال تطبيقات الهاتف الجوال الخاصة بالبنوك واستخدام أيضا معرفات بديلة أكثر سهولة لتحديد المستفيد مثل رقم الجوال أو رقم هاتف الجوال، الاسم المستعار أيضا بدلا من رقم الحساب الدولي، كما أن الخدمة متاحة على مدار الساعة. تقوم 6 بنوك حاليا بتقديم خدمة فورا، وهي بنك قطر الوطني، البنك التجاري، مصرف قطر الإسلامي، البنك الأهلي، بنك دخان وأيضا بنك الدوحة في المرحلة الأولى، على أن تقوم بقية البنوك خلال الفترة المقبلة باستكمال استعداداتها لتوفير هذه الخدمة لعملائها.
للمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عبد الرحمن اليافعي استشاري هندسي. أول صباح الخير سيد عبد الرحمن. إذن كما تبعنا وفق بيانات مصرف قطر المركزي، هناك زيادة ملحوظة في حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع خلال شهر مايو، برأيك ما أبرز الأسباب والعوامل أيضا التي أدت إلى هذا النمو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير نادين، وصباح الخير للسيدات والسادة المشاهدين، وأهلا بكم في هذه المقابلة. في واقع الأمر فإن هذه الزيادة في حجم العمليات عبر نقاط البيع تعود إلى 4 عوامل رئيسية. العامل الأول هو التحول الرقمي، حيث ساهمت جهود حكومة دولة قطر في تعزيز الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي على مستوى دولة قطر، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية في جانبها الاقتصادي. العامل الثاني هو ثقة المستهلكين في عمليات الدفع، وزيادة هذه الثقة نتيجة للكفاءة التي توفرها أجهزة نقاط البيع هذه وأنظمة الدفع بشكل عام. العامل الثالث هو التسهيلات البنكية وسهولة فتح الحسابات البنكية، وكذلك إصدار البطاقات سواء بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية. نحن نتحدث عن أكثر من 3 ملايين بطاقة، بمعدل بطاقة واحدة لكل فرد يعيش على أرض قطر. هذا يدل على مدى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك في هذا الجانب. العامل الرابع والأخير هو تأثير جائحة كورونا، حيث أن الحاجة للتباعد الاجتماعي وفترات الإغلاق الطويلة للمؤسسات الاقتصادية والمحلات والشركات التجارية دفعت الكثيرين إلى تبني الدفع الإلكتروني، وبالتالي هناك هذه العوامل كلها ساعدت على زيادة عمليات الدفع عبر أو زيادة حجم العمليات عبر نقاط الدفع، وتبني العديد والكثير من الأشخاص بشكل مستمر لتبني هذه التقنية بدلا من الوضع المعتاد، حيث لا حاجة إلى السيولة النقدية بعد الآن. نعم، طيب مهندس عبد الرحمن، كيف ترى أهمية أيضا إطلاق مبادرة جديدة كخدمة فورا في دعم الدفع الإلكتروني في قطر، كونها يعني نافذة جديدة ميسرة للتحويلات المالية اللحظية؟ نعم نادين، خدمة فورا كما ذكرتم في التقرير تبنتها عدد من البنوك، وانضمت إليها أيضا العديد من البنوك، منها بنك قطر الدولي الإسلامي مؤخرا، حيث أقام بإطلاق هذه الخدمة. وهذه الخدمة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الدفع الإلكتروني من خلال السرعة والراحة، إذ أنها توفر تحويلات مالية فورية وبدون تأخير، متوفرة على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوم على مدار السنة. سهولة استخدام هذه الخدمة، إذ أنها لم تعد مرتبطة برقم الحساب الدولي، وليست هناك حاجة إلى رمز سويفت، بل يكفي إدخال رقم الهاتف للشخص المراد التحويله، ومن ثم التأكد من بيانات هذا الشخص أو اسم هذا الشخص، وبالتالي يمكننا بكل سهولة وبكل بساطة القيام بالتحويلات إلى وحد كبير جدا، وهو 50,000 ريال. أعتقد أن هذا حد مناسب جدا، وبالتالي ساهم في تعزيز استخدام هذه التقنية. لدينا أيضا الاستجابة الفورية، حيث تلبية احتياجات العملاء بشكل فوري وآمن، مما يرفع من مستوى الأمان والثقة في النظام المالي الإلكتروني. نعم، اليوم أيضا يعني في ظل تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني، ما هي أبرز التحديات التقنية التي قد تواجهها خدمات الدفع الإلكتروني في دولة قطر، وكيف يمكن التغلب عليها؟ نعم نادين، يمكن الإشارة إلى 3 من أهم التحديات الرئيسية التي يمكن أن تواجه خدمات الدفع الإلكتروني. أولها هو الأمن السبراني، حيث أن هناك ضرورة لحماية أجهزة أنظمة الدفع المختلفة من الهجمات السيبرانية، وكذلك حماية المستهلكين من الاحتيال الإلكتروني. العامل الثاني أو السبب الآخر هو البنية التحتية، حيث أن هناك صحيح أن البنية التحتية اليوم
وأقصد بها البنية التكنولوجية التحتية التكنولوجية والرقمية في دولة قطر على مستوى عالي من النضج وعلى مستوى عالي جدا من الموثوقية والأمان، ولكن لا أعتقد أن هناك حاجة لزيادة هذه كفاءة هذه البنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر. التحدي الثالث هنا قد يكون التكامل، حيث من الضروري أن يكون هناك تكامل بين التكامل سلس بين الخدمات وبين مختلف أنظمة الدفع المختلفة للتغلب على هذه التحديات، وبالتالي يمكن الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتحديث هذه الأنظمة بشكل مستمر. نعم. طيب، هناك أيضا ارتفاع كبير في الاعتماد على الدفع الإلكتروني، ولكن كيف يمكن أن نقرأ اليوم خطة زيادة عدد أجهزة نقاط البيع في المستقبل لتلبية هذا الطلب المتزايد؟ في الوضع الحالي نادين هناك انتشار كبير لنقاط الدفع، نحن تحدثتم عن أكثر من 71 ألف جهاز دفع أو POS Point of Sales، معنى ذلك أنه متوفر في معظم الشركات العاملة في المحلات الكبرى، وأيضا في المحلات أو في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. بالتالي هناك حاجة إلى التوسع الجغرافي ليشمل حتى المحلات التجارية والبقالة وغيرها من الأنشطة التجارية، وخصوصا في المناطق البعيدة عن العاصمة. أيضا تقدم هناك حوافز لأصحاب الأعمال وخصوصا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني وتركيب أجهزة نقاط البيع في محلاتهم وفي شركاتهم. أيضا مهم جدا موضوع الابتكار والتطور المستمر في عمليات الأنظمة والأجهزة، تدريب الأشخاص العاملين في هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استخدام هذه نقاط البيع. أيضا هناك إحصائية من مصرف قطر المركزي تقول أن هناك خطة لزيادة عدد الأجهزة بنسبة 30% خلال العامين المقبلين. نود أيضا مهندس عبد الرحمن أن نسلط الضوء على الإجراءات المتخذة لضمان أمان وحماية عمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في ظل التزايد الملحوظ في حجم العمليات. نعم نادين، واحدة من أهم الأشياء التي يمكن أن تضمن سلامة وأمان عمليات الدفع الإلكتروني تتركز في التشفير، من حيث تبني تقنيات تشفير متقدمة لحماية البيانات وتقليل عمليات الاحتيال والاختراق الإلكتروني. نتحدث أيضا عن المصادقة، ونعني بها تعزيز أنظمة المصادقة الثنائية والمصادقة بأكثر من خطوة، وذلك لزيادة أمان العمليات المستخدمة عبر نقاط البيع هذه والحد من عمليات القرصنة والاحتيال الإلكتروني. أيضا نتحدث عن المراقبة، إذ أنه لابد من مراقبة مستمرة للعمليات التي تتم عبر نقاط البيع للكشف عن الأنشطة غير المشروعة بسرعة وبسهولة. وفقا لتقرير برايس ووتر هاوس كوبر يقول أن 90% من المؤسسات المالية في دولة قطر تطبق أنظمة المصادقة الثنائية. فإذا نحن نتحدث عن تشفير لهذه البيانات، تعزيز المصادقة الثنائية وبأكثر من طريقة لبيانات العملاء، وأخيرا المراقبة المستمرة لعمليات الدفع الإلكتروني من خلال نقاط البيع. طيب، إذا تحدثنا عن الجانب التوعوي المهم جدا خاصة فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني والذي عادة يمكن أن يترافق مع محاولات سرقة للبيانات، كيف يمكن تعزيز الوعي بين المستخدمين حول أهمية الدفع الإلكتروني وفوائده؟ جميل جدا، هذا سؤال مهم نادين. واحدة من أهم الأمور التي يمكن القيام بها لزيادة الوعي الإلكتروني بشكل عام هي ضرورة إطلاق حملات توعوية على مستوى دولة قطر لشرح فوائد الدفع الإلكتروني وكيفية استخدامه بأمان، وذلك لزيادة عدد الأشخاص الذين يمكن استقطابهم لاستخدام المعاملات المالية عبر نقاط الدفع هذه. نتحدث عن ورش عمل تعليمية للمستخدمين بلغات متعددة والوصول إلى الأشخاص المستهدفين
لتوعيتهم بأفضل الممارسات الأمنية وتوعيتهم حول كيفية حماية بياناتهم المالية عن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة على سبيل المثال. أيضا يمكن التعاون مع المؤسسات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي، وذلك لإدخال مناهج الأمن الإلكتروني والاختراق والحماية من الاحتيال الإلكتروني. أيضا يمكن الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي سواء لمصرف قطر المركزي أو وزارة المالية أو المؤسسات الإعلامية بشكل عام، وذلك لنشر المعلومات والنصائح بشكل مستمر وإطلاع المستخدمين على أحدث التطورات في مجال الأمن الإلكتروني والأمن السبراني بشكل عام. نعم، نشكرك السيد عبد الرحمن اليافعي أو المهندس عبد الرحمن اليافعي استشاري هندسي أول على كل هذه المعلومات. الآن مشاهدي الكرام نستعرض وإياكم أداء بورصة قطر وأسواق المال الخليجية والعالمية. تقلبت الأسهم الأسيوية بين مكاسب وخسائر مع ترقب الأسواق لإعلان بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية والتي من المرجح أن توفر مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية التي سيتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي. نتابع وإياكم افتتاحات الأسواق الأسيوية والنيكي 39,086 نقطة مع ارتفاعات بأكثر من 1%، وهانغ سينغ 18,366 نقطة مع 16% انخفاضات، و18 في كوسبي عند 2700 ونقطة واحدة. بالانتقال إلى أوروبا التي أغلقت مؤشراتها بنهاية الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا والرعاية الصحية، وفي أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدل أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ العام 2019. هذه آخر إغلاقات لأوروبا. داكس الألماني 18,444 مع 16%، فوتسي البريطاني 8,192 نقطة مع حوالي 17% انخفاضات، وكاك الفرنسي عند 7,860 نقطة مع حوالي 2% انخفاضات. أما المؤشرات الأمريكية التي انخفضت في ختام تعاملاتها بعد بيانات التوظيف التي أثارت مخاوف بشأن إمكانية تخفيف السياسة النقدية هذا العام، ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع، ومع ذلك سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية. نتابع وإياكم إغلاقات المؤشرات الأمريكية. داو جونز 38,798 نقطة مع انخفاضات بربع في المئة، وإس أن بي 500 5,346 نقطة مع 11% انخفاضات، والناس ذاك الذي يسجل ربع في المئة انخفاضات مع 17,129 نقطة. ننتقل إلى أسواق المنطقة الخليجية والتي أغلق الجانب الأكبر منها على مكاسب في نهاية جلسة يوم الأمس، وكان الأداء الأبرز
أبرز عبر المؤشر السعودي الذي سجل أعلى مستوى في عامين تقريبا على خلفية مكاسب واسعة لجميع القطاعات. السعودي 11,855 نقطة مع 2.5% ارتفاعات، دبي 0.5% ارتفاعات عند 4,000 نقطة، و 8,952 نقطة في أبوظبي مع انخفاضات طفيفة. أما السوق الكويتي 7,694 نقطة مع 0.25% ارتفاعات، البحرين منخفض عند 2,033 نقطة، ومسقط كما نتابع عند 4,744 نقطة مع 0.3%. ننتقل إلى بورصة قطر والتي أغلقت على مكاسب في نهاية أولى جلسات الأسبوع لتواصل المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، ودعم أداء المؤشر خلال جلسة الأمس عدد من الأسهم القيادية بقطاعات الصناعة والنقل. هذا نتابع وإياكم افتتاحات جلسة اليوم، 9,597 نقطة مع 0.3% ارتفاعات، أحجام تداول 29 مليون سهم تم تداولها، قيمتها على أعتاب 65 مليون ريال، مع عدد من الصفقات 2,610 صفقات. أما الأداء القطاعي للسوق، العقارات مرتفع 16%، ربع نصف المئة في النقل، البنوك 14%، كذلك الأمر بالنسبة لقطاع الاتصالات، قطاع التأمين عند 18%، الصناعات 14%، وانخفاض في البضائع والخدمات اللوجستية. ننتقل إلى الشركات الأكثر نشاطا، كانت الطبية مع حوالي 9 ملايين ريال يتم التداول عليها، ودام 7 مليون ريال، المصرف الإسلامي 6,652,000 ريال حتى اللحظة، المتحدة للتنمية حوالي 6 ملايين ريال حجم التداول عليها. أما الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع، كيولم مع أكثر من حوالي 4.25%، ودام الغذائية 3.25%، حوالي 3% في مقدام، والإسمنت 2.5% ارتفاعات. أما الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض، زاد القابضة عند حوالي 19%، قطر وعمان 3.4%، 16% في الإيجارة مع والتحويلية أيضا 0.5% نسبة الانخفاض. مع أخبار البورصة، حيث أعلنت شركة إيداع عن تسجيلها أعلى نسبة تحويل للتوزيعات النقدية على المساهمين في بورصة قطر. وقال سعادة الشيخ سيف بن عبد الله الثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع إن الشركة نجحت في تسجيل أعلى نسبة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين في تاريخ بورصة قطر، والتي بلغت 96% حتى نهاية مايو الماضي، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية للعام السابق 26 مليارا و600 مليون ريال. وأشار سعادته إلى أن المتبقي من التوزيعات النقدية سوف يتم تحويله بشكل فوري إلى حسابات المساهمين المحدثة بياناتهم. وافقت الجمعية العامة للشركة المتحدة للتنمية على بيع 40% من حصتها في الشركة القطرية لتبريد المناطق قطر كول إلى جهاز قطر للاستثمار بمبلغ 800 مليون ريال قطري. كما تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بنسبة ملكية الأجانب لأسهم الشركة لإمكانية بلوغها 100%، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على التعديل. أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم أمس، حيث تمت الموافقة على عرض مقترح
ببيع بعض العقارات الاستثمارية على الجمعية العامة للمناقشة والتقرير بشأنه، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية وتعجيل سداد جزء من ديونها، ودعوة الجمعية العامة العادية للمجموعة للانعقاد لمناقشة هذا المقترح. وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وافقت على شراء كامل حصة سي دريل في المشروع المشترك شركة جلف دريل بواقع 50% لصالح شركة الخليج العالمية للحفر مقابل 13 مليون دولار. كما تمت المصادقة على شراء 3 منصات بحرية من شركة سي دريل مقابل 325 مليون دولار. وللمزيد من النقاش مشاهدي الكرام حول أداء البورصة القطرية نرحب وإياكم بالسيد يوسف بوحليقة المحلل المالي. مرحبا بك، صباح الخير سيد يوسف. نبدأ النقاش مع إعلان شركة إيداع عن نجاحها بتوزيع 26 مليار و600 مليون ريال من الأرباح النقدية على المساهمين. كيف تقيم هذه المنظومة الجديدة والتي تقوم على التحويل المباشر للأرباح على المساهمين عبر شركة إيداع؟ صباح الخير لكم وبالمشاهدين الكرام. حقيقة يعني شركة إيداع أثبتت قدرتها على أداء تحويل أرباح الشركات المجتمع في بورصة قطر إلى المساهمين، وكان هذا إنجاز حقيقي يشكر عليها الإيداع بنقل الأرباح في الوقت المناسب وبفترة بسيطة جدا. يعني هناك أرباح تتم توزيعها العادة على البنوك عن طريق البنوك، وعن طريق بعضها كانت في السابق عن طريق إصدار شيكات تتوزع عن طريق البريد، إلا أن هذا يأخذ وقت كثير، قد يتطلب نوع من الحقيقة بعض المخاطر أما في ضياعها أو أن لن تصل إلى أصحابها. لكن إيداع بطريقتها وبتقييمها وتحديث بيانات المساهمين موجودين عندها استطاعت نقل هذه الأرباح بسرعة فائقة وبوصولها إلى حساباتهم البنكية بدون أي عائق أو بدون أي خلل في ذلك. إذا يعني تم بما توصل عليه لأول مرة في الإيداع بوصول هذه الأرباح بالتزامها إلى مساهميها، ويعتبر هذا إنجاز حقيقة في الوصول إلى هذه المرحلة وبهذه الدقة. طبعا هناك بيانات لم تكتمل ببعض المساهمين، قد يكونون خارج البلد أو قد يكونون قد توفوا أو قد يكونون ناقصين، هذا يتطلب يعني مراجعة أهاليهم أو كذلك مراجعة الوصول إليهم حتى تتم نقلهم. لكن هالنجاح هذا الباهر اللي توصل عليه إيداع تعطي ثقة للمستثمرين وحملة الأسهم أن الأرباح توصلهم بحساباتهم داخل الدولة أو خارجها بسرعة فائقة وبدون أي عواقب أو مشاكل في ذلك. لذا يعني أنا أرى في هذه إنجاز حقيقي في شركة إيداع بالتوصل أو الوسيط بين هذه الشركات، شركة بورصة قطر والمساهمين في ذلك. نعم. أيضا سيد يوسف، تابعنا أمس موافقة الجمعية العمومية لشركة المتحدة للتنمية على بيع حصة من شركة قطر كول، كيف تابعت قيمة هذه الصفقة ومدى تأثيرها على سهم الشركة في السوق؟ يعني شركة إذا نظرنا شركة المتحدة هي يعني تتوسع كثير، ولا الحمد بكونها يعني الشركة أخذت حصتها في بورصة قطر وأكملت يعني العقاري حصتها في العقاري وتمويلها وتشغيلها في قطر كول كان لها مردود واضح جدا، وكانت لها هدف من البيع هي استثمار هذه الأموال في
تطوير بعض المناطق العقارية ومن ثم دخولها في صفقات تجارية ناجحة في خلال هذه السنة أو السنوات القادمة. طبعا بيع حصتها إلى يعني جهاز قطر للاستثمار كان يعني من خير النجاح التي توصل عليها. أولا بكونها أن هذه التشغيل قطر كول تتطلب شركة خاصة وليس لقطر العقارية أو شركة المتحدة تختص فيها. فعملية التشغيل وعملية الترتيبات وعملية الإنجاز تتطلب منها مجهود وكذلك مواد بشرية تتابع وقد تتكلف الكثير. لهذا يعني القرار ببيع حصتها والتركيز على أعمال العقارية للمتحدة كان السليم في ذلك في الوقت الحاضر، وقد يكون لها مردود استثماري واضح في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. نعم. أيضا تابعنا سيد يوسف موافقة مجلس إدارة شركة أزدان القابضة على مقترح بيع بعض العقارات الاستثمارية وعرضه على الجمعية العامة للشركة. كيف ترى هذا التوجه من الشركة التي تمتلك محفظة عقارية ضخمة جدا؟ يعني هناك وضوح جادا، المحافظة على الأصول بمستواها قد يتطلب بعض المخاطر، وإحنا الآن يعني في وضع ارتفاع البنوك وارتفاع كذلك النسبة المئوية، وهذا يعطي جهد جبار على يعني على أزدان بأن تتمارس استثماراتها والتوصل إلى حلول مع البنوك في ذلك. فكونها يعني في عمل نوع من المحافظة على الأصول وكذلك تصفية أو بيع بعض الأصول حتى لا تتجنب المخاطرة بارتفاعات قوية جدا في البنوك، هذه يعني أنا في رأيي كان ناجحة جدا وذكية بطبيعة الحال حتى تقلل من تكاليف الجهد الجبار على ارتفاعات أسعار الفائدة وعلى الودائع وعلى كذلك على القروض. شركة أزدان عندها يعني توسعات قوية وهي من أكبر الشركات العقارية الموجودة في البلد، وتتطلع دائما أن تعطي مساهميها الأرباح، لذا يستحسن هذه الأرباح توصل المساهمين وليس توصل القروض سداد القروض وذلك. لله الحمد أسعار العقارات وأسعار الأصول وصلت مرحلة الآن قد تكون شافية للبيع وتخلص منها وتسديد بعض القروض ومن ثم دخولها في أرباح مجدية في الشركة وإرضاء مساهميها. أنا في نظري يعني قرار سليم جيد قد يعطي ثقة للمستثمرين في ذلك، وقد يكون لها مردودها في تأثير سعر السهم خلال التداولات اليومية والمستقبلية. طبيعة الحال الكل هنا ينظر إلى هذا القرار بموافقة الجمعية العمومية العادية وحتى تشمل تكملة الأمور المتعلقة ببيع بعض الأصول. نعم. كما تابعنا سيد يوسف المؤشر العام لبورصة قطر يحقق مكاسب للجلسة السابعة على التوالي، تقييمك لهذه المكاسب وقدرة المؤشر على الاقتراب مرة أخرى من مستويات 10,000 نقطة؟ حقيقة يعني بورصة قطر خلال الفترة الماضية تراجعت إلى القاع، وهذا القاع كانت مردودها من المحافظ الأجنبية التي أرادت الخروج من بورصة قطر وكانت لها مردود واضح. هنا المحافظ المحلية والمؤسسات وحتى الشركات الموجودة في قطر كانت لها صبر في ذلك حتى تأخذ أسعار مناسبة جدا، وهذا ما نتج عنها. لاحظنا بعد خروج مورغان ستانلي في بورصة قطر نهاية قبل 10 أيام كان لها ارتفاعات، واليوم نواجه ارتفاعات متسلسلة ردت عكسية في دخول المحافظ المحلية وحتى الخليجية وكذلك بعض عادة المحافظ الأجنبية الغير الأوروبية والأمريكية بالدخول من جديد في هذه. أنا أرى أن هذه يعني وصل
وصلت حتوصل إلى نتائج إيجابية في بورصة قطر، وحتستمر الارتفاعات ولو بنوع من المحافظة البينية والقدرة على كسب مزيد من المؤشرات. احنا أضف إلى ذلك أن احنا مقبلين على النصف الأرباح لـ 2024 أو الربع الثاني، وهذا بطبيعة الحال حيدعم السوق بنتائجه، نتائج جميع العقارات، والكل يؤكد لنا أن أرباح البنوك مغرية جيدا، وكذلك ارتفاعها، وبورصة قطر يعني تحظى بأرباح جيدة وتوزيعات جيدة، لهذا نرى المؤشر قد يقبل على ارتفاعات متسلسلة، ولو أنها يعني عرضية، لكن حتكون بطبيعة الحال مرضية حتى نهاية هذا الأسبوع أو يكون الأسبوع القادم إلى نهاية هذا الشهر، من ثم تبدأ البيانات والوضوح في شهر القادم، ومن تالي يبدأ المين. أنا أتوقع أن المؤشر حيعيد استعادة إلى 9500 وإلى 9600، ومن ثم إلى 10000 في نهاية هذا المطاف أو بنهاية الشهر، ومن ثم ترجع الأمور طبيعية، وحنرى الأمور بالنسبة للأسعار مقبلة على الارتفاع والحفاظ عليه. بطبيعة الحال نأمل ذلك، والمحافظة وأكبر دليل على ذلك السيولة اليومية، نرى أن السيولة مقبلة وفي ارتفاعات، وأحجام حتى أحجام الأسهم في الشراء مرتفعة في هذه الجلسات السيد. الماضية واليوم كذلك. نعم السيد يوسف بحليقة، محلل الأسواق المالية من البورصة القطرية، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. موضوع آخر مشاهدة الكرام، يعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة كفاءات الأكاديمية 2024-2025 لكلية المجتمع في قطر، وتأتي هذه المبادرة بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف توظيف قطريين من حملة المؤهلات الجامعية العليا وشهادتي الدكتوراه والماجستير ضمن الهيئة التدريسية للعام الدراسي القادم، ما سينعكس إيجابا على تجربة التعلم التي يحظى بها طلبة كلية المجتمع في مختلف البرامج الأكاديمية المعتمدة. وللمزيد من التفاصيل حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي وعن مبادرة كفاءات أكاديمية، تنضم إلينا من مبنى لوسيل في كلية المجتمع الزميلة رانيا خنفر. صباح الخير رانيا، إليك التفاصيل. نعم صباح الخير، نحن اليوم موجودون معكم لتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة كفاءات أكاديمية 2024-2025 لكلية المجتمع في قطر. هذه المبادرة التي تأتي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، التي تهدف إلى توظيف قطريين من حملة المؤهلات الجامعية العليا وشهادتي الدكتوراه والماجستير ضمن الهيئة التدريسية للعام المقبل. لتفاصيل أكثر نشرك معنا السيد راشد اليافعي، مدرس مشارك في كلية المجتمع. صباح الخير سيد راشد، حدثنا عن مشاركتك في المرحلة الأولى من مبادرة كفاءات أكاديمية. صباح النور، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا الآن في هذه المبادرة، والحمد لله فعليا أصبحنا في هيئة التدريس في كلية المجتمع. طبعا بدأت المبادرة طبعا قبل سنة من
تقريبا في شهر أغسطس الماضي، واستطعنا يعني من خلال هذه المبادرة أن احنا يعني نكمل في ميدان الحقل التعليمي، وأيضا أتاحت الفرصة أن احنا يعني نكمل اللي هي الدراسات العليا ما بعد الماجستير، ومن وطبعا خلال هذه الفترة تستطيع أنك يعني أيضا تخدم في ميدان التعليم وفي حقل التعليم أيضا في كلية المجتمع. لماذا قررت الانضمام إلى هذه المبادرة؟ وحدثنا أكثر بتفاصيل عن الخطوات، كيف تم ترشيحك لهذه المبادرة، خطوات القبول، الوصول إلى المرحلة النهائية، وتعيينك بالأخير في كلية المجتمع. طبعا هذا كان من خلال اللي هي شروط المبادرة والمكافأة، أنه يكون طبعا له خبرة سابقة في ميدان التعليم، وطبعا أنا كان لي خبرة سابقة في ميدان التعليم في المدارس الثانوية، إضافة إلى طبعا حصولي على شهادة الماجستير. طبعا هذه كانت من الشروط اللي هي القبلية لدخولك لهذا الميدان أو في ميدان تدريس في كلية المجتمع، وطبعا كانت البداية من خلال تقديمي من خلال منصة كوادر، وتم من خلالها طبعا بعضها إجراء المقابلات، وطبعا الحمد لله رب العالمين بعد إجراء هذه المقابلات تم قبولي في كلية المجتمع. أنت الآن عضو هيئة تدريس في كلية المجتمع لمدة عام تقريبا حتى هذه اللحظة، حدثنا أكثر عن الإضافة التي أضافتها لك هذه التجربة بعد عام كعضو هيئة تدريس في كلية المجتمع، ما الخطوة التالية للسيد راشد؟ طبعا ميدان التعليم العالي طبعا هو يعني يختلف عن التعليم في المدارس الثانوية، طبعا هو يعني ميدان جديد، ميدان فيه من البحوث العلمية وفيه من يعني الأساليب الأخرى اللي فيها التعامل مع نوعية الطلبة أو يعني أعمار الطلبة الموجودين من خلال طبعا ميدان التعليم الجامعي، فهو يختلف اختلاف كلي طبعا عن التعليم في المدارس. طبعا التعليم في ميدان التعليم العالي كانت هناك تجربة جدا ممتازة من خلال اللي هو يعني إعطائك للمعلومات، وأيضا من خلال تغيير أو الأساليب المختلفة في تدريسك في الميدان الجامعي، طبعا هي تختلف اختلاف كلي، وكانت استفادة كبيرة جدا لي يعني. يعني أثناء وجودك الآن كعضو هيئة التدريس أنت تحمل درجة الماجستير، والخطوة التالية هل هنالك خطوة تالية بعد درجة الماجستير للسيد راشد؟ نعم حاليا الآن طبعا أنا أدرس الدكتوراه، حاليا طالب دكتوراه وأيضا أدرس، فتحت الفرصة أن احنا يعني ندرس بنفس الوقت أن احنا أيضا ندرس في ميدان التعليم العالي في كلية المجتمع، وهذه طبعا ما تميزت به هذه المبادرة. إذن هي تعطي فرصة ليس فقط للتوظيف وإنما أيضا لإكمال الدراسات العليا. نعم بالفعل هي تعطيك فرصة أنك يعني تطور نفسك، وبالتالي هذا سينعكس على مجتمعك وينعكس إن شاء الله على البلاد وعلى رؤيتها إن شاء الله. كل الشكر لك وكل التوفيق لك أيضا السيد راشد اليافعي، مدرس مشارك في كليات المجتمع. إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام، فإن هذه المبادرة تأتي لتوفير فرص وظيفية مميزة تنمي قدرات الكفاءات القطرية الأكاديمية وتلبي احتياجات سوق العمل، وسيكون لنا نافذة أخرى مرة أخرى من خلال برنامج جلسة الأعمال على هامش هذا المؤتمر الصحفي من هذه المبادرة، مبادرة كفاءات أكاديمية. نعم كل الشكر لك يا زميلة رانيا خنفر على هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم فقرات جلسة الأعمال، والآن مع هذه الجولة الإخبارية.
أعلنت قطر للسياحة عن فتح باب تقديم الطلبات للنسخة الثانية من جائزة قطر للسياحة 2024 اعتبارا من اليوم وحتى 8 أغسطس المقبل. الجائزة عبارة عن مبادرة أطلقتها قطر للسياحة العام الماضي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بهدف تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء والأفراد في قطاعي الضيافة والسياحة لتقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية في قطر. تأتي إطلاق النسخة الثانية من جائزة قطر للسياحة إيماناً منا بأن الاحتفاء بالتميز وتقدير المؤسسات والأفراد يسهم في نجاح صناعة السياحة. نسخة جديدة من جائزة قطر للسياحة جرى الإعلان عن تفاصيلها بالشراكة بين قطر للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ويتوافق إطلاق هذه النسخة مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في التنمية المستدامة وتعزيز حضور التراث الوطني والموروث الثقافي لقطر، مع تسليط الضوء على التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في الترويج للقطاع السياحي. هذا وتشهد هذه النسخة تطورا لافتا مقارنة بسابقتها على صعيد الفئات وآليات الاختيار والتصويت. النسخة هذه تتميز عن النسخة السابقة ان احنا في النسخة السابقة كانت عندنا 5 جوائز رئيسية وتحتها طبعا الفئات اللي منها، لكن هذه النسخة تميزت انها هي شملت 7 جوائز مختلفة، وغيرنا أيضا فيها آلية التقييم. إضافة إلى ذلك دشنا في هذه النسخة الموقع الرسمي للتسجيل لهذه الجائزة، بالإضافة إلى إذا تضمين المشاركين السابقين. وتأتي فكرة إنشاء منصة ستجمع شبكة فائزي جائزة قطر للسياحة بهدف التركيز على النجاحات والتجارب المميزة وتبادل الخبرات بما يخدم القطاع السياحي. فكرة المنصة هي فكرة مهمة، حيث تجمع المتميزين في كافة المجالات ذات الصلة بالسياحة، وستقدم دليلا مهما سيعرض أفضل ما في قطر، كما سيمثل مصدرا مهما للخبرات خاصة في تجربة مهمة مثل تجربة قطر والتي يمكن أن تعد نموذجا على صعيد المنطقة. وتهدف جائزة قطر للسياحة إلى تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء في القطاع السياحي لتقديم تجارب سياحية متميزة في قطر، كما تعد واحدة من مبادرات عدة أطلقت على مدار السنوات القليلة الماضية لتعزيز ودعم القطاع السياحي في الدولة. في سياق متصل، أعلن السيد عمر عبد الرحمن الجابر رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة ومدير إدارة الخدمات المشتركة أن عدد زوار قطر بلغ 2,300,000 سائح منذ مطلع العام الحالي وإلى نهاية شهر مايو المنقضي، بزيادة تقدر ب40% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كثير من المبادرات اللي تمت بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذه كانت ثمرة التعاون ما بيننا وبينهم ولله الحمد على مستوى على مستويات مختلفة. لذلك احنا اليوم نتكلم عن تحقيق في نهاية شهر 5 حققنا عدد زوار بعدد 2,300,000 زائر. إذا بنقارنا مع نفس الفترة في السنة الماضية فأنا قاعد نتكلم عن زيادة بواقع 40% تقريبا عن السنة الماضية. هذه الأرقام مبشرة للأمانة بالخير. ارتفعت حركة الطائرات في قطر خلال شهر مايو 2024 ب13.16% على أساس سنوي وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني. وأشارت إحصائيات النقل الجوي على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن حركة الطائرات سجلت 22,990 حركة خلال مايو مقابل 20,230 حركة خلال الشهر المماثل له من العام الماضي. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد المسافرين ب21% خلال مايو الماضي ليسجل نحو 3,160,000 مسافر مقارنة ب3,440,000 مسافر خلال مايو من العام الماضي.
أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر أن أصول التمويل الإسلامي حقق نمواً بنسبة 3.13% على أساس سنوي في العام الماضي، حيث بلغت نحو 656 مليار ريال، واستحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.5% من إجمالي الأصول، فيما شكلت الصكوك الإسلامية أكثر من 11%. كما أظهر التقرير الذي أصدرته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية نمو أصول البنوك الإسلامية في العام الماضي بمعدل 3.16%، لتصل إلى مستوى 563 مليارا و700 مليون ريال. كشفت فوربس الشرق الأوسط عن تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2024، والتي ضمت 14 شركة قطرية، تتصدرها مجموعة كيو أم بي التي حلت في المرتبة الرابعة حسب التصنيف الذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية. ارتدت أسعار النفط خلال التعاملات بعد تراجع طفيف في مستهل الجلسة، مع هدوء ردود الفعل المبالغ بها على قرار تحالف أوبك بلس الأسبوع الماضي بشأن التخلي عن بعض التخفيضات الإنتاج نهاية الربع الثالث، وتحول تركيز المستثمرين نحو الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بربع النقطة المئوية عند 79 دولاراً و85 سنتاً للبرميل، بعد أن لمست 79 دولاراً و58 سنتاً للبرميل في بداية التعاملات. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بربع النقطة المئوية عند 75 دولاراً و74 سنتاً للبرميل. في موضوعنا التالي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25% في أول خفض من نوعه منذ سبتمبر 2019. كما خفض سعر الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 3.34%. وفضل المركزي الأوروبي اتخاذ مسار مخالف للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وجاء القرار موافقا لتوقعات الأسواق والمحللين، كما يؤكد إصرار صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد على أنهم في وضع آمن لسلك مسار منفصل عن الاحتياطي الفيدرالي. لمزيد من النقاش يسعدنا أن نرحب بالسيد أنور القاسم الخبير الاقتصادي الذي ينضم إلينا مباشرة من لندن. صباح الخير سيد أنور. إذن
كيف تقيم قرار المركزي الأوروبي والذي يصفه البعض بالجريء كونه يتخذ مسارا مخالفا للفيدرالي الأمريكي؟ نعم، من ناحية هو جريء، نعم، أن يستبق البنك المركزي الأوروبي قرار أكبر اقتصاد في العالم وهو قرار الاحتياطي الأمريكي، نعم من هذه الناحية صحيح، لكن هناك معطيات عملية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي حقيقة ساهمت في اتخاذ هذا القرار. أولا كما نعلم أن نسبة التضخم التي حكمت سعر الفائدة ليس فقط في الاتحاد الأوروبي بل في على مستوى الاقتصادات الكبرى انخفضت بشكل لافت جدا، هذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي كان مطمئنا إلى رفع الفائدة وأن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة بعد أن ارتفعت كما علمنا أو نعلم إلى أعلى مستوى لها منذ إنشاء منطقة اليورو ومنذ تبني اليورو كعملة أوروبية. طبعا التضخم كما نعلم وصل إلى 10.6 في منطقة اليورو، الآن نحن نتحدث عن 2.4 و2.6 وهي نسبة جيدة جدا بالمقارنة مع الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وهو 2%. في الولايات المتحدة طبعا أداء الاقتصاد الأمريكي لا زال أفضل، لكن لا زالت نسبة الفائدة أعلى بكثير، نحن نتحدث عن 5.25 إلى 5.5% وهي نسبة عالية جدا، بينما في الاتحاد الأوروبي الآن أصبحت النسبة 3.75% وهي نسبة منخفضة. أيضا لا ننسى أن البيانات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ونمو الوظائف ونمو الأجور أيضا ساهمت حقيقة في اتخاذ هذا القرار. طيب، هل يمكن القول اليوم أنه المركز الأوروبي لديه من الأدوات ما تمكنه من التحرك وفق خطة مختلفة عن الفيدرال الأمريكي في محاولة للتغلب على التضخم؟ نعم، هذا في الواقع، هذه هي الحقيقة. أولا الاقتصاد الأوروبي يختلف عن بنية الاقتصاد الأوروبي تختلف عن بنية الاقتصاد الأمريكي. الأوروبيون الآن يتخذون مسارا مختلفا اتخذته الولايات المتحدة في السابق وهو التيسير الكمي، يعني هناك اتجاه في البنك الأوروبي لتحريك السوق عبر القروض وأيضا تعزيز أداء الشركات الأوروبية التي تراجعت بشكل كبير نتيجة الكثير من العوامل الداخلية والخارجية لعل أهمها الضربة المزدوجة سواء الحرب الروسية الأوكرانية ورفع أسعار الطاقة وسلاسل وأسعار الغذاء وأيضا جائحة كورونا التي أيضا أثرت على المنطقة بشدة. طبعا المعطيات الآن بالنسبة للأوروبيين أن أسعار أو الأجور نمت بشكل جيد وهذا يعني أنها توقفت الآن إلى حد إلى فترة معينة وهذا سيساعد الشركات على تخفيض عبء العمالة، أيضا سيساهم خفض الفائدة ستساهم حقيقة الآن بالنسبة للأوروبيين في زيادة الصادرات وأيضا سعر اليورو الآن بالنسبة مقابل العملات الرئيسية سواء الدولار أو الين أو الجنيه الاسترليني سعر مستقر، أيضا هذا يساعد في زيادة الصادرات الأوروبية وحقيقة يعطي أملا للأوروبيين بأن الأزمة التي مروا بها كما مرت الاقتصادات الكبرى هي في طريقها للتلاشي في العام المقبل. طيب، أيضا كيف تتوقع تحركات المركز الأوروبي خلال ما تبقى من هذا العام؟ هل ممكن أن يقدم أو يقدم على تخفيض آخر؟ طبعا أكيد هذا شيء مؤكد، كما نعلم أن الاتحاد الأوروبي كان من المتوقع على نطاق واسع في الأوساط المالية والاقتصادية أن تخفض الفائدة الأوروبية 5 مرات هذا العام، لكن نتيجة حقيقة العجز عن السيطرة على التضخم رأينا الانخفاض الأول الذي جرى هذا الأسبوع، هناك توقعات على نطاق واسع
أن انخفاضين سيكونان في هذا العام، يعني سيكون هناك 3 انخفاضات لأسعار الفائدة. طبعا هذه الانخفاضات لن تكون الشهر المقبل، هذا شيء مؤكد، طبعا شبه مؤكد حقيقة نتيجة الكثير من التصريحات والتوقعات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، لكن مع نهاية هذا العام هناك توقع بأن تكون هناك يكون هناك انخفاض آخر ثان وانخفاض ثالث. طبعا هذا يعتمد على مجموعة من البيانات كما قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، البيانات هي التي ستحكم إذا كانت أوروبا ستتجه إلى زيادة هذه زيادة تخفيض الفائدة من عدمه. نعم سيد أنور، اليوم ما هي توقعاتك لسلوك البنوك المركزية الكبرى حول العالم في محاولتها لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد وقطاعاته دون التسبب في أزمة تضخم جديدة؟ يعني كما رأينا كل البنوك ما عدا بعض البنوك التي سبقت، مثلا البنك الأوروبي مثل البنك المركزي البرازيلي مثل السويد مثل كندا، مجموعة من الدول حقيقة 4 دول أو 5 دول من الاقتصادات الكبرى خفضت أسعار الفائدة، هذا يعني أن لديها معطيات قوية جدا أنها تستطيع أن تفعل ذلك بمعزل عن اتخاذ الولايات المتحدة لهذه الخطوة. عيون الاقتصادات الكبرى الآن حقيقة تتجه إلى الولايات المتحدة. لا. هل ستخفض أسعار الفائدة قريبا؟ أنا أشك أن الولايات المتحدة ستخفض بعد أسبوع، سيكون هناك اجتماع، أشك أنها لن تخفض أسعار الفائدة، لكن هي ستتجه إلى هذا التخفيض مع نهاية هذا العام، ربما مرة أو مرتين. صحيح. نشكرك سيد أنور القاسم الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشرة من لندن. مرة أخرى مشاهدينا الكرام نعود إلى كلية المجتمع في قطر مع زميلة رانيا خنفر ولقاءات على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن المرحلة الثانية من مبادرة كفاءات أكاديمية. عودة إليك رانيا. نعم مشاهدينا الكرام عدنا لكم مرة أخرى من داخل المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة كفاءات أكاديمية 2024-2025 لكلية المجتمع في قطر، ومعنا الآن الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع في قطر. صباح الخير دكتور خالد، وحدثنا عن الهدف من هذه المبادرة وأهميتها في نسختها الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. الهدف هو رفع مساهمة المواطنين في أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. في المرحلة الأولى تمكننا الحمد لله من رفع نسبتهم من 8% إلى أكثر من 15% في عام واحد، مما شجعنا من إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة. لو تحدثنا أكثر عن شروط هذه المبادرة، المتطلبات، كيفية التسجيل وآليات المتعلقة فيها. التسجيل سيكون من خلال المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، التخصصات تم إضافتها في المنصة، يمكن التقديم عليها ابتداء من اليوم. هناك أكثر من 13 تخصص أكاديمي في 3 مجالات رئيسية، مجال العلوم والتكنولوجيا، مجال العلوم الإدارية، ومجال الفنون والأداب. يشترط أن يكون المتقدم للمبادرة حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه للعمل في الهيئة التدريسية في الكلية. هنالك تعاون ما بين كلية المجتمع وما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حدثنا أكثر عن هذا التعاون في إنجاح هذه المبادرة. نعم، لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دور كبير في إنجاح هذه المبادرة. ستقوم وزارة التربية والتعليم بابتعاث الملتحقين في البرنامج لاستكمال دراساتهم العليا، فالحاصلين على الماجستير سيتم ابتعاثهم في الجامعات الوطنية لدراسة الدكتوراه من خلال بعثة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بينما ديوان الخدمة المدنية تكرم باستحداث الوظائف والإعلان عنها خلال منصة توظيف كوادر، ويتم استكمال إجراء التوظيف من خلالهم. بعد أن يتم التقديم لهذه الطلبات كيف سيتم اختيار المقبولين؟ طبعا عملية الاختيار عملية تنافسية. في العام الماضي تقدم للبرنامج عدد كبير، كان عدد المؤهلين منهم أكثر من 60 مؤهلا، وتم اختيار عدد منهم للالتحاق بالكلية. سيكون بالمثل العام هذا خلال فترة الصيف إن شاء الله سيتم إعلام المتقدمين بمواعيد للمقابلات، وسيتم مقابلتهم، وإن شاء الله ومن يجتاز منهم المقابلة سيتم إعطاه عرض وظيفي للالتحاق بالكلية.
وما هي التخصصات الأكاديمية التي سيتم إشغالها بالكفاءات الوطنية ضمن هذه المرحلة الثانية؟ هناك عدد من التخصصات مثل ما ذكرنا 13 تخصص، يعني لا يسعني الآن ذكرهم بالتفصيل، لكن هي في ثلاث مجالات رئيسية، في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنها السايبر سيكوريتي، الأمن السيباني والهندسة وما شابهها، العلوم الإدارية وفيها إدارة الأعمال والإدارة العامة وما شابهها من التخصصات، والأدب والفنون وفيها القانون والسياسة وما شابهها من التخصصات. يعني مبادرة مثل هذه المبادرة يعني رائعة وأكثر من رائعة وتشكر عليها كلية المجتمع، هل هنالك مبادرات مثل كفاءات أكاديمية ستقوم بها كلية المجتمع؟ كلية المجتمع اعتمدت العام الماضي استراتيجية جديدة للفترة من 2023-2030 وفيها عدد كبير من المبادرات، فيها تقريبا 22 مبادرة. مبادرة كفاءات أكاديمية هي واحدة من هذه المبادرات، والكلية ستقوم تباعا بإطلاق مبادرات جديدة، بعضها يتعلق بالحياة الطلابية، بعضها يتعلق بالشراكات، بعضها يتعلق بالكفاءة المؤسسية وما إلى ذلك. كل الشكر لك وكل التوفيق لكلية المجتمع الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع في قطر على كل هذه المعلومات. إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام، فإن هذه المبادرة تأتي كفرصة لتوفير فرص وظيفية متميزة تنمي القدرات الأكاديمية لدى الكفاءات القطرية وتلبي احتياجات سوق العمل. نعم، شكرا لك رانيا خنفر. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام جلسة الأعمال لهذا الصباح، إلى الملتقى. We'll be right back.